السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديالي ومرحبا بكم عندي في القناة. وشكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم ليا وعلى الدعم ديالكم للقناة ديالي اللي هي بالفضل ديالكم غدا وكتكبر الحمد لله. غدا وكيتزادوا لي زابوني وغدا غدا وكتطلع، يعني شي حاجة اللي كتخليني كنتشجع وكنعاود نفكر انا نصور فيديو اخر ونقادو ونحطو. صراحة كلمة الشكر قليلة بزاف حقكم، حيت بلا بيكم راه والو. اليوم ان شاء الله كما وعدتكم نعرفاش كنت غادا، قلت لكم جميع التفاصيل غتشوفوهم عندي في القناه ديال فين غادا وفين مشيت. داكشي اللي درت دابا جمعت هنا واحد المجموعه ديال اللقطات. هو في الحقيقه ما قدرتش انا نصور كل شيء، وعاد في العرس ما كاينين الناس اللي ما بغاوش يتصوروا وكاينين الناس اللي المهم اللي ما بغيتش نصورهم، يعني كنحترم الراي ديالهم. ما بغاوش ما صورتش لكم العرس، صورت منه غير واحد المقتطفات قلال غنوريهم لكم. عاد كاين الظلام، كاين النقص يعني في الضوء وكلشي ما يكونش داكشي واضح، من الاحسن بلا ما يتصور. هنايا غادي نوريكم فاش كنا غاديين، وهذه هي البلاصه فين مشينا. صح مشينا لدوك الجبال، وهاد الناس هادو كاينين فوق كاع، نتوما عارفين عزيز عليا نمشي لشي بلاصه اللي مختلفه. يعني نكون اي بلاصه كتكون صعيبه وبعيده خصني نوصل ليها انا، الحمد لله شي حاجه كتعجبني. هنا هذه هي البلاصه اللي مشينا لها بالضبط. عييت البلاصه هذه راه واحد طوال مسافه بعيده. احنا غاديين، المهم تشوفوا معايا الطلعه هذه، انا غتشوفوني انا وهز المندير زعما غادا معولة على العرس. واخا في الحقيقة ماشي شي عرس كبير، حيت راكم عارفين الظروف اللي حنا كنمرو بيها حاليا. يعني كاين غير العائلة، كاين غير الناس اللي مشينا عندهم، وحنا وشي ناس قلال اللي هما قرب بزاف لديك البنت اللي تزوجات، فقط هادشي اللي كاين. صافي هنا فاش وصلنا، يعني وصلنا عندهم غنحنيو ليها، وحنيت حتى انا صورت غير فاش حنيت انا، ما صورتهاش هي ملي كانت كتحني، حنيت انايا صورت غير يدي. وغتشوفوا واحد شويه من الليل، يعني فاش كنا هكا قصرنا بيناتنا، يعني داكشي بالامازيغيه وبالحيدوش وهكذا. بعد الصور من الجلسة اللي كنا قادين عليها فين جلسات، وعطيت لهم وجههم يعني حيت ما تشاورش معاهم باش واش غنحط تصاور ولا لا. وهادي انا والعروسة، كانت لبسات واحد لبسات شحال زوينة، جات فن الصراحة. الله معايا باقا صغيرة ما شاء الله، زوينة جات غزالة هادي. صافي فاش لغت ليه ملي فطرناها، فاش وصلنا يعني العروسة لدارها وفطرنا حيت هي قريبة غير تما، ومشينا نطلعوا العين باش نشوفوا العين. البلاصه ما عمري ما وصلت ليها انا، مشيت شي
يعني هذه ثالث مره كنمشي لهاد المنطقه. هذه اول مره نمشي لهاد البلاصه فين كاين الماء وهكا فين كاين العين. بلاصه زوينه بزاف رغم ان دابا راه كاين الصيد وما بقى لا ربيع لا والو، ولكن هي باقه محافظه على الجمال ديالها. دوك الجبال والماء ما شاء الله، وتما المعيز والدراري يعني صاحين تما، داكشي زوين شي حاجه اللي فنه بزاف. واخا ما صورت لكم منها الكثير، ولكن هاد البلاصه هاد المنطقه بالضبط مازال غنرجع ليها وغندير فيديو على بزاف ديال الامور شفتهم تما وعجبوني. يعني منهم شي بلايص اللي قليل اللي غيدوز اللي يشوفهم، يعني اللي مشى لتما ما غاديش يمشي لاي بلاصه. مازال غنمشي ان شاء الله وغنصور هاد المنطقه هادي مزيان وغنعطيها حقها. صافي هنا فاش وصلنا للعين شربنا الماء ولعبنا في الماء تبردنا شويه. المهم كان الجو زوين وكانوا الدراري ضاحكين. وهنا صافي كنا راجعين فاش كنا غنرجعو. نتمنى تستمتعوا بهذا الفيديو واخا قصير وما فيهش بزاف ديال الامور، ولكن تقاسمت معكم كيفاش دوزت هذيك يومين اللي مشيت لتما. دازت زوينه بزاف، ونتمنى حتى نتوما تزوروا هذه البلاصه الا تحت لكم الفرصه انكم تمشيو لهذه المناطق. كاين هنا البلايص اللي زوينه بصح كيستحقوا يتشافوا. وشكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم ليا كيف